بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي نائب لرئيس جمعية حميدتي للثقافة والإبداع الفني، وهي المشرفة على تنظيم مهرجان جناوشو للعلم منذ النسخة الأولى، وهذه السنة كان لها حظ سعيد بحيث تمت الشراكة بصفة رسمية مع جمعية الأطلس الكبير في شخص يترأسها الدكتور محمد الكنيجيري، وأيضا بشراكة مع مجلس جهة مراكش أسفي، وبتعاون مجلس مع مجلس مقاطعة المدينة والمجلس الجماعي ومؤسسة العمران. إذن نحن في إطار الدورة أو النسخة الخامسة لمهرجان جناوشو للعلم المزمع تنظيمها كيف ما كتعرفوا معنا يوم 23 و24 من الشهر الجاري، وهذه الدورة عرفت أو ستعرف يعني قفزة نوعية من حيث الإشراف الاحترافي على التنظيم، ومن حيث أيضا استقطاب المشاركين، بحيث المهرجان الهدف منه هو يعطي فرصة للشباب وأيضا للمعلمين اللي هما منسيين، لأنه الفن الجناوي كنعرفوه أو المعلم الجناوي يعاني في صمت، والمهرجان إن شاء الله بادر يعني كيف ما كتعرفوا كاينين عدة إكراهات وعدة خلافات وعدة يعني ما عندناش الميزانية أو الموارد باش ننجحوا هذا المهرجان، ولكن بصفتي أنا يعني بصفتي مؤسس أو صاحب فكرة ديال المهرجان وما عانيته يعني في الصغر ديالي، وهذا الحب أو الحرقة ديال الفن الجناوي يلي خلتنا باش نطابروا ونشدوا جميع المسؤولين وجميع ايضا كل عشاق والذين يحبون الدوره الجناوي باش ننجحوا ان شاء الله هالدوره اللي كتشوفوا معنا. اما من ناحيه الهدف، هو الهدف الاسمى هو اولا المحافظه والتركيز على الدوره الجناوي بصفه عامه، وتكافؤ الفرص بين جل الشباب. وقبل أن أنسى كل شيء أود أن أشكر من هذا المنبر كل المنابر الإعلامية التي واكبت أو ستواكب هذا المهرجان من أوله إلى آخره، وشكرا لكل من ساهم أو من قريب أو بعيد في هذا المهرجان، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن جميع الذي سيساعد المهرجان، ومنهم فنانون ومحبي وعشاق التراث الجناوي وطنيا ودوليا. السلام عليكم، كنشكركم على هذه الاستمراريه وهذا الاستقبال. تنقدم لكم راسي المعلم عزيز باقبو، جناوي من عائله جناويه عريقه، وتنشكركم على هذا المهرجان هذا اللي تحيا في مدينه مراكش وهذه الدوره الخامسه، وتنتمنوا الاستمراريه اللي قدام ان شاء الله ويكون داك الشيء بخير وعلى خير. اللهم كيفاش لقيتي الدعوه ديال المشاركه ديالك المهرجان؟ مزيانه الحمد لله، الله فرحت لان البلاد بلادي الحمد لله، انا مراكشي ولكن عايش في الرباط، وفرحت بلاد المجيه هذه يعني راه باش تخدم في بلادك وفي وسط الناس ديالك وحبابك واسمو، راه شي تقدم اليوم الجمهور ديالنا. تقناويت صيك مرحبا بهم في مدينه مراكش، ومرحبا بهم عند قناوه الاصل، وما يكون يخاطرهم، والامسيه ان شاء الله تنتمناوها تكون سعيده وزاهره ونشطه، والله ينصر سيدنا والله يكمل على الجميع، هادشي اللي كنتمنى والله يكمل على الجميع. هذا ما يموني لامي، هذا ما يموني ياد، هذا الشر هو غطى ما ديرك بما دير رجع، ناوي بابا بيقول ناوي 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 ناوي.
عليكم، معكم حسام غينيا ابن المعلم محمود غينيا غني التعريف من مدينه الصويره. اليوم كنتواجدوا في المدينه ديال مراكش في واحد الفيستيفال اللي كيشمل ما بين جميع المدن ما بين مراكش والرباط والصويره، وفيه قناوه متخلطين. يعني ان شاء الله كنتمنوا تكون واحد الفرجه ممتعه للجمهور الكريم، وكنتمنوا ان شاء الله نقدموا شي حاجه اللي تنال الاعجاب للجمهور الكريم، ونتمنوا الخير ان شاء الله. تلقينا العام اللي فات، وكان عندي يعني كان عندي ليضات عامرين، وهذا العام ان شاء الله توفقت باش نشارك مع خويا عثمان في هذه الدوره الثالثه ديالو. نتمنى ان شاء الله نقدموا شي حاجه اللي زوينه اللي تنال الجميع ان شاء الله. كنشكروا الطاقم، وكنشكروا الناس اللي واقفين على هذا المهرجان هذا، وكنشكر خويا عثمان حيت جمع بين قناوه وكيفرحنا بحال شي مسلم كنتلاقوا فيه مع الاحباب وكنتلاقوا فيه مع الخوت، وكنتمنوا ان شاء الله يكون شي حاجه زوينه ان شاء الله. السلام عليكم، معكم المعلم مروه البيجا من مدينه مراكش، وجينا لهذا الحفل هذا مع المعلم عثمان حميدتي ساندو في هذا المهرجان الحفل ديالو، ونتمنوا ان شاء الله. وجاو الناس المعلمين من كل مدينه الحمد لله، جاو من الناس من الرباط ومن الصويره كازا، الناس ديال مراكش، وبنا ان شاء الله يكون هذا الحفل، يكون ان شاء الله هذا الفيستيفال يزيد مازال قدام يتطور الحمد لله. كل عام هو غادي تتحصل الامور ان شاء الله، ويكون ان شاء الله الخير. من امتى انت كتزاول هذه المهنه ديال قناوه؟ ما نقدرش نقول لك، نهار خلقينا في قناوه، لقينا قناوه في دارنا، لقينا المعلمين، المعلم عبد الكبير مرشان، المعلم باقبور، لقينا معلمين بزاف، حنينا عينينا، لقينا صافي كبرنا حتى لقينا راسنا في وسط قناوه، كبرنا قناوه. كلمات شكر. شكرا لهاد الناس هادو، تنشكروا عثمان حميدتي وعلى الطاقم ديالو كاملين، الجمعيه ديالتهم كامله وعلى جمعيه الاطلس وعلى الناس كاملين، وتنشكروا الناس اللي وقفوا وسهروا على هاد الشيء، وشكرا لكم حتى نتوما، مرحبا بكم اللي جبتوا حتى نتوما تتعاودوا تشهروا هاد الشيء وتزيدوا. نتمنى لكم ان شاء الله العطاء اللي قدام ان شاء الله، وشكرا. ما نتمنى هو ان يتحقق الحلم، هو ان يتحقق المبتغى، ان تتحقق الغايه المرجوه من جميع ما قيل في الندوة الصحفية التي كنتم فيها كمؤسسة إعلامية، مؤسسة أصوات التي شرفنا نكون ضيوف ديالها. طبعا أصوات تنعرفها، نتمنى صوتنا يوصل للجهات المسؤولة، وفاش نقول الجهات المسؤولة هي وزارة الشباب والثقافة والتواصل. نتمنى كل يوم في الرباط محتفلين بالعاصمة الرباط، العاصمة الإفريقية وعاصمة الدول الإسلامية. مراكش هي عاصمة الفرجة، هي عاصمة الإبداع، هي عاصمة التخيل الإبداعي. نتمنى مراكش تحظى بسيلولة مادية، وتحظى بالثقة الإعلامي وبمتابعة جماهيرية. كي تشوفوا هذه النسخة الخامسة اللي منظمها جمعية حنينتي للإبداع الأصيل، تنتمنوا يكون نظير مهرجان قناوة الموسيقى العالم بالثقل ديالو وبالغلاف المالي ديالو وبالحضور الجماهيري من مختلف بقاع العالم. فاش تنقولوا مهرجان قناوة تنقولوا موسيقى العالم، تنقولوا تعدد العادات وتعدد الملابس وتعدد الرقصات، ولكن في بيت واحد هو بيتنا مشترك المغرب. وما تفوتنيش هذه الفرصة، نتمنوا هاد عزب الصوب اللي تشوف يتمنى يمزق المحلية من ثلث مراكش في صويرة من ثلث في الجزائر، ولكن أنا تنتمنى نكون في مهرجان الرباط، مهرجان الدار البيضاء، والمهرجان اللي قدمناه هو مهرجان الفرس وفرس بالفقيه بن صالح. مهرجان قناوة نتمناه في النسخة الخامسة يكون انطلاق المحلية ومعانقة العالمية. فاش نقول العالمية تنقول مجموعة من القنوات، مجموعة من الأطراف اللي تكون مشاركة في إقلاع هذا المهرجان، ويكون عنده حضور كي نتوما حاضرين دابا. منو يدخل في الخط اتصالات المغرب أو إنوي أو أورانج أو بنك البنك الشعبي من أجل احتضان هذا المهرجان، باش يكون عنده كي قلتي منصة ضخمة ويكونوا مؤثرات صوتية بالمستوى ومن العيار الثقيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأسعد الله مساءكم بكل خير وبكل حب. في البداية بشكر موقع أصوات الجميل وكل القائمين عليه، وأيضا بشكر كل القائمين على هذا المهرجان الرائع والجميل اللي بيعبر بالفعل، يعبر من خلاله القائمين عليه على حرصهم على الفن والتراث، نقول بقى الفن المغربي بشكل عام والتراث المراكشي بشكل خاص. والجميل هنا في المغرب أن كل مدينة لها مذاق خاص
ولها طابع خاص ولها تقاليد خاصة ولها فنون أيضا خاصة وحتى أزياء خاصة. ومن هذا الجمال أنها بتحاول أن تحافظ على هذه الثقافة وهذا التراث من خلال هذه المهرجانات اللي بتجمع هذه يعني بتدعو كل هذه المواطنين للاستماع في هذا الجو الطلق بدون قيود بدون تذاكر دخول. أنا أصلا من محبي التراث المغربي بكل أنا كنت بغطي يعني مسبقا فنون أحواش في ورزازات وأيضا تميتار في أجادير وأنا أيضا من الناس المحبين جدا للتراث بشكل عام وخاصة التراث المغربي اللي بيدل بالفعل هذا التراث على مدى عمق الحضارة المغربية وعلى جمال الحضارة المغربية وكذلك تنوعها. بطبيعة الحال من عاشر قوما 65 يوما صار منهم فأنا سعيد جدا في وسط هذا الحضور وإن شاء الله تعالى دائما وأبدا بشكر طبعا كل القائمين على هذا المهرجان وإن شاء الله دائما وأبدا في ثوب جديد وفي حلة جديدة في كل عام وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة أو إن شاء الله العام القادم بإذن الله تعالى نكون أيضا من الحضور وأيضا يعني هذا الجمع الجميل حاضر بكل حب وبكل خير إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.